مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع القلوب المصرية. النهاردة احنا في الساعات الأخيرة من شهر رمضان الكريم، يمكن كان ليه طقوس خاصة وكان ليه ظروف خاصة السنة دي معانا، يمكن الحمد لله على كل الأحوال. ربما الساعات اللي موجودة ودعواتنا ودعوات المصريين دعوة من حد صالح تصيب معانا فينكشف عنا البلاء اللي احنا فيه. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بيقول: إن العمل والعلم قريبان، فكن عالما بالله، فكن عالما بالله عميلا له، فإن أقواما علموا ولم يعملوا فكان علمهم عليهم وبالا. النهاردة احنا بنحتفل في الساعات الأخيرة زي ما قلنا، معانا ضيوف من شركة قطاع خاص، يمكن نقول شركة وطنية، أصحابها ناس احنا شفنا الفترة اللي فاتت القطاع الخاص بدأ يلفظ عماله، بدأ يدوم أجازات وبدأ يمشيهم تحت مسمى الظروف القاسية والفيروس والحالة وكده. لا، الشركة اللي معانا النهاردة لها أسلوب خاص ولها نظام خاص. الفقرة الثانية معانا منشدين دينيين ورجال من حافظة القرآن الكريم. خلونا النهاردة قبل ما انسى، أنا عاوز أشكر الناس اللي بعتت لنا الرسائل اللي هنتنا بالعيد، وطبعا كان في حادث يمكن قبل الهواء بوقت بسيط، حادث تعرضنا ليه والحمد لله، يعني بشكر كل الناس اللي اتصلت واطمنت على أسرة البرنامج. وخلونا نبدأ وقتنا سريع النهاردة مع الأستاذ نبيل جابر المدير التنفيذي لشركة الرحاب للخدمات البيئية. أهلا وسهلا بك نبيل. أهلا وسهلا بك أستاذ محمود. الأستاذ رامي جابر مدير العلاقات العامة لشركة الرحاب للخدمات البيئية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا فندم. النهاردة نموذج محترم لشركة محترمة بيديرها شباب محترم. هنتعرف على الشركة من خلال الأستاذ رامي مدير العلاقات العامة، ويعرفنا نشأة الشركة وإزاي بدأت تشتغل وإيه دورها المجتمعي في الفترة اللي فاتت. هو اولا احنا كنا كيان، يعني كنا مندمجين مع بعض مع شركه تانية، بدانا سنه 2008، كنا شغالين نظافه وتوريدات وشغل يعني من هذا القبيل، بس يعني حصل ظروف واختلفنا وبدانا عملنا انفصال سنه 2013. بعدها قرر المهندس سامي عمل شركه الرحاب. المهندس سامي ده رئيس مجلس اداره، رئيس مجلس اداره الشركه. عملنا الشركه وبدانا ان احنا ضفنا عندنا خدمات النظافه والتشجير ومكافحه الحشرات، وبدأنا الحمد لله يعني واحدة واحدة كده، خدنا بعض يعني معارض السيارات، بعد كده مولات، يعني واحدة واحدة الحمد لله ما ربنا كرمنا في سنة 2017 وبدأنا نعمل تعاقد، يعتبر هو كان أهم تعاقد عندنا في الشركة. فينا احنا عندنا مقر الرئيس عندنا في عمارات برايت ستار خلف عمارات المرشدي، وعندنا كذا فرع، يعني عندنا فرع تاني في مدينة الشروق، بحيث ان احنا دايما بنحاول يكون فروع قريبة من المقرات بتاعتنا عشان نقدر نخدم العمال اذا كان مثلا في سلفيات، في مشاكل بتحصل، يبقى في دايما اداره بتقدر تتحرك وتحل المشاكل بتاع العمال. وعندنا فرع برضو تاني في قريه صقر. طب احنا بنختار العمال ازاي في شركه الرحاب؟ والله هو بنختار على في قواعد، بنختار على اساسها سنه معين، صحه كذا، ولا بنختارهم ازاي؟ لا، هو طبعا حضرتك الموضوع بيتم بدراسه الاول، يعني مثلا بنروح موقع، فالموقع بيطلب ليه طلبات معينه، محتاج مثلا اولاد، محتاج بنات، لا محتاجين مثلا سن معين، فبنبدا نعرف اختياراتهم، وعلى هذا الاساس بنبدا نعمل عندنا فريق توظيف بيبدا يشتغل على الكلام ده، وبيقدر يوفر العمال والمشرفين اللي احنا محتاجينهم في المكان. بعد كده بيعملوا مقابلات في الشركه طبعا عن طريق استاذ نبيل، هو اللي بيعمل المقابله معاهم، وبيبدا بقى ممكن هو يتكلم في الحته دي اكتر مني، يعني هو اللي بيحتك بقى بيهم اكتر. طب نسمع الاستاذ نبيل ونشوف المعايير اللي بيتم على اساسها اختيار العناصر اللي بتشتغل معانا في الشركه، ونسبه السيدات، يعني في سيدات بتخدم على الشركه ولا كله شغال من الولاد؟ احنا عندنا خليط بين الشباب وبين الولاد، بس عندنا اكتر عماله حاليا دلوقتي موجوده معانا اللي هي الحريم السيدات. السيدات ايوه. وطبعا احنا لما بيجي مثلا بننزل الموقع بنطلب الاوراق المطلوبه اللي هي صور البطايق، شهاده صحيه، وده حاجه اساسيه، شهاده صحيه، الفيش الجنائي. والعامل طبعا قبل ما بننزل الموقع بيخش على هيئه، عندنا على حاجه اسمها هيئه التدريب او مركز التدريب خاص بالشركه، بيأهل لنا العامل لنزول الموقع. طبعا احنا ده الكلام ده بيتم بعد دراسه. طب حضرتك استاذ سامي، لما بتيجي مثلا في عرض جاي للشركه، مثلا شركه معينه او بنك او مستشفى او كذا، انت حضرتك بترجع بتنزل تعين الاول انت ومجموعه وبناء عليه بيتم عن طريق ولا بتيجي ازاي؟ هيئه التخطيط عندنا في الشركه
بننزل ناخد طبعا بنعين الموقع، بيخش على الماليات والكلام من دوت، وبعد كده بيرجع للتنفيذ بتاع الشركه. انت حضرتك بتدخله عن طريق هو بيتم الاعلانات اللي بتيجي عن طريق الشركات يعني. هو بيتم ان احنا بنعمل معاينه، بنبدا نفهم الموقع محتاج ايه بالظبط، بعد كده بنعمل الفيدباك عندنا داخل الاداره عندنا بتاعه التخطيط، وبتبدا تشوف هي وجهه نظرها ايه، وبنبدا نعرض وجهه نظرنا مع المكان اللي احنا هنتعاقد معاه. اذا تم الاتفاق بنرجع للماليات، الماليات بتبدا تتعامل مع الجهه اللي احنا يعني على صدد التعاقد معاها. اذا تم الاتفاق بنبدا بعد كده نرجع الموضوع بقى للاستاذ نبيل، يبدا بقى يوفر العمال. واضح ان الاستاذ نبيل كل حاجه في الشركه يعني. هو يعني هو دوره طبعا توفير العمال والتعامل مع العمال، وبيعرف احتياج المكان. شوف الاستاذ نبيل احنا ازاي بنتعامل في ظل كورونا دلوقتي، واحنا عندنا الوباء، ويمكن العماله اللي هي بتشتغل في النظافه يمكن اكتر عرضه للاصابه وللفيروس، وازاي نحافظ عليهم؟ احنا الحمد لله يعني يعتبر الشركه الوحيده المنفرده ان احنا معانا ناس ليها تخصص في الانفكشن كنترول. تمام. بنحفز العامل طبعا على الوقايات بتاعته. العامل ما بينزلش الا في كامل الوقايات بتاعته. وطبعا عندكم جهاز تدريبي او عندنا جهاز تدريبي في الشركه؟ حد مسؤول عنه متخصص يعني ولا معنا حد مسؤول عنه؟ مس ميرفت فاطمه موجوده. طب احنا معانا مس ميرفت على التليفون. اهلا وسهلا بك يا مس ميرفت. أنا كلكم حضرتكم طيبين. وانت بخير. احنا بنتكلم عن شركة الرحاب وازاي بنأهل العمالة للمواقع. ازاي حضرتك بتأهلي وبتدربي العمالة ديت قبل ما يشتغلوا؟ هو حضرتك الباشمهندس سامي بعد ما بيجي لنا العمال بيتعمل لهم في قاعة تدريب، بنهيئ العمال عمليا ونفسيا، وبننزل بيهم الأول نديهم التدريب وازاي هيشتغلوا جوه المستشفى والحاجات اللي هتقابلهم ايه، واحنا بنبقى معاهم خطوه بخطوه من ساعه ما بيخش في المستشفى. بنتعامل حضرتك هناك قبل ما نتعامل كعمال، بنتعامل اسره واحده، اهم حاجه فريق العمل يكون متحدد مع بعضه. فبنتعامل كويس جدا وبنفهم العامل هيشتغل ازاي ونديله التدريب وننزله. هو بيتمرنوا حضرتك كم يوم قبل ما ينزلوا المواقع؟ هو حضرتك بياخد يوم تدريب وننزله معانا الموقع، تاني يوم بينزل معانا العمل وبيشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي، وبعد كده تالت يوم يكون بيشغل ايده وبرده معانا تحت تدريبنا وتحت عينينا. طب حضرتك مرنتهم ازاي وضربتهم ازاي في ظل اجواء كورونا والعدوى والخوف؟ لا لا لا، احنا ما عندناش خوف الحمد لله، طالما احنا ماشيين هي كده كده الوقايات مطلوبه، سواء عندنا كورونا او ما عندناش كورونا، احنا عندنا الوقايات الشخصيه، بس احنا بنعلى بالاجراء اكتر في ظل الوباء اللي هو منتشر. انما طالما العامل واخد التدريب بتاعه وازاي بيتعامل فعادي جدا بيشتغل. انا بشكرك جدا يا استاذه ميرفت، واضح ان في اهتمام بالعماله وازاي ناهلهم انه يبقوا حاجه كويسه وواجهه للشركه. شكرا جزيلا يا استاذه ميرفت. انا من خلال حضرتك عايز اشكر المهندس سامي، لان احنا طبعا مرتبطين في كل المواقع اللي احنا متعاقدين معاها بعدد، يعني مثلا عندي 25 بالنهار 10 بالليل، يعني عدد الموقع 35. في الوقت الحالي احنا فيها مواقع عندنا وصل 50 وال 60 وهو ما بيرضاش يمشي حد او يقعد حد، يعني ما بنعمل دايما اتصال عليه ونساله، طب انا دلوقتي العدد زايد ودي تكلفه، يعني تكلفه مرتبات اخر الشهر عليه، قال لا ما حدش يمشي واي حد يجي يتعين طالما مناسب ومنطبط عليه الشروط من ناحيه فيش جنائي من ناحيه شهاده صحيه لازم يكون موجود عندنا. طب احنا دلوقتي ايه اللي احنا بنرتبه في الفتره اللي جايه، واحنا دلوقتي كورونا هيبقى موجود معانا على طول ومستمر، يعني ايه الخطط اللي والله الحمد لله احنا شغالين بنحاول ان احنا نعمل المعادله الصعبه، ان احنا في نفس الوقت نقدر نساعد بلدنا ونقدر نقف يعني نعمل اي حاجه للبلد، ان احنا يعني نقدر ان احنا نساعد ضد الوباء اللي موجود، وفي نفس الوقت نحافظ على صحه عمالنا، لان طبعا دول كلهم ليهم اسر واهالي، فطبعا يهمنا جدا ان هم يفضلوا بصحه كويسه الحمد لله. ولحد دلوقتي بقينا شهرين ونص بنتعامل مع الفيروس كورونا كوفيد 19. احنا شايفين في صور للشركه بتستلم شهاده او ده كان تكريم داخل مستشفى البنك الاهلي، كان مكرمنا دكتور محمد توفيق مدير عام المستشفى، ده في منطقه الطوارئ. مهندس سامي طبعا مع حضرتك، ده استاذ محمد غريب مشرف التمريض في الطوارئ، واستاذ احمد ربيع برضو مسؤول تمريض. طب انتوا حضرتك المواقع اللي اشتغلتوا فيها فين؟ يعني انت حضرتك لو جينا نتكلم عن شركه الرحاب ونعرفها للناس وسابقه الاعمال والشغل اللي كان على ارض الواقع، يعني نقول اللي اشتغلت فين وفين وفين. تمام. عندنا مستشفى البنك الاهلي دي في طريق القطاميه بعد سلم بارون، دي مستشفى بعد كارفور المعادي.
دي المستشفى، دي صور من داخل دي المستشفى. هرمل. دي المستشفى دي عندنا هرمل. مستشفى الثانيه هرمل، هرم دار السلام دي على الكورنيش، ومستشفى قلب دمياط. تمام، ده دي ابرز المستشفيات يعني تعاقدنا معاها من وزاره الصحه مع معمنه المراكز الطبيه. طب نرجع للاستاذ سامي ونشوف احنا الفتره اللي فاتت كنا بنشتغل ازاي قبل كورونا ونشتغل ازاي في ظل كورونا، يعني انا هل المواد اللي احنا بنستخدمها اختلفت ولا هي نفس المواد اللي احنا بنشتغل فيها؟ احنا دلوقتي حضرتك بدانا في التعقيم، احنا اللي زاد علينا دلوقتي ان احنا في حاجه اسمها تعقيم وتطهير، لان كل يوم ممكن بيظهر حاله جديده في الاماكن اللي احنا شغالين فيها، مش من العمال، لا من الواردين للمستشفى. فطبعا بنشتغل على التوريد دلوقتي. احنا معانا تليفون تاني الاستاذ مؤمن التوني. اهلا وسهلا بك يا استاذ مؤمن. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وكل عام وانتم بخير. احنا معانا شركه الرحاب، وتقريبا الشركه متعاقده مع حضراتكم او ليها سابقه اعمال معاكم. انت شايف الشركه ديت ازاي عندكم؟ يعني هل بتنفذ ولا دورها ازاي؟ شركه الرحاب للخدمات النظافه والخدمات البيئيه عموما من افضل الشركات اللي اتعاقدت مع مستشفى البنك الاهلي في مجال النظافه. يعني نقول البنك الاهلي كيان كبير واكيد مش اي شركه ممكن تتعامل معاه وتشتغل معاه. كان في شروط معينه توافقت مع شركه الرحاب مثلا؟ هو اولا مستشفى البنك الاهلي مش خط البنك الاهلي، مستشفى البنك الاهلي مستشفى من احد مستشفيات وزاره الصحه اللي خاضع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بقيادة الدكتور سامح العشماوي رئيس مجلس إدارة أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومدير المستشفى دكتور محمد توفيق. المستشفى من مستشفيات وزارة الصحة عموما مش البنك الأهلي، البنك الأهلي أنشأها ووزارة الصحة توالت بقى. يعني هي المستشفى تتبع وزارة الصحة. ايوه، عملت المراكز الطبيه. احنا شايفين تليفونات الشركه وعنوانها موجود على الهواء اهيت، لو حد حب يتواصل مع الشركه. طب انت حضرتك لو حبينا نقيم الشركه دلوقتي في الفتره اللي هي موجوده معاكم، نقيمها ازاي؟ من افضل الشركات اللي اشتغلت في مجال النظافه في مستشفى البنك الاهلي، من حيث عدد العمال، من حيث التزامهم، من حيث الاداء والتزام بالمواعيد، والناس ملتزمه بصراحه، توريد الخامات ملتزمين، في مواعيدهم ملتزمين، في نظافتهم الشخصيه ملتزمين، في زي العاملين ملتزمين. من افضل الشركات بجد اللي اشتغلت معانا في المستشفى. لا دي انت حضرتك واضح انك انت ما شاء الله، يعني مش قادر اقول بتجامل، لان الكلام ده كله كلام شكر. يعني هل هم ما عملوش اي حاجه ممكن تؤخذ عليهم يعني في الشركه ولا ايه؟ ولا في المستشفى؟ لا بصراحه لا، والدكتور محمد توفيق مدير عام المستشفى دايما بيثنى على ادائهم المتميز ودايما بيكرمهم خلال الفترات اللي فاتت. تمام، ويعني الدكتور محمد توفيق بيثنى اثناء غير عادي ليهم، يعني شركه متميزه، والدكتور محمد فتح لهم كمان مع باقي مستشفيات الامانه دايما مع اجتماع المديرين يثنى على اداء الشركه. ده ثناء طبعا طبقا لمجهودهم لادائهم المتميز. انا بشكرك يا فندم وكل سنه وحضرتك. احنا معانا صور تاني عاوزين نوضح بس الصور دي تخص ايه. دي صور من تجهيز مستشفى قلب دمياط. دي عربيات ترولي، عربيات النظافه، ما نشتغلش يعني بجرادل او بشغل عادي، لا في ترولي بيتحرك بحيث ان انا اقدر اجمع عليه الحاجه بتاعتي، ما يبقاش فيه تلوث، يبقى انا حاجتي كلها ملموه في مكان واحد. الكلام ده بنرجع بيه للاستاذ نبيل بقى. الاستاذ نبيل اللي كلمنا على ازاي بيبدا يومه في الموقع. طب في فتره كورونا دي انت ما جيتش في يوم اتفاجئت ان العمال ما جاتش؟ لا طبعا. او في عجز او في كذا؟ لا طبعا، احنا اول ما جت موضوع كورونا ده فبدانا نحفز العامل النفسي ان احنا ناهله ان هو يتعامل مع الحالات. ما يخافش يعني. وبدانا في عملنا جدول على مدار يومي في المستشفى اللي هو جدول التعقيم والتطهير. أيوة. فشغالين عليه يوميا الحمد لله، ولله الحمد، يعني ما عندناش حاجه ظهرت بين العمال، وشغالين تطهير يومي، يعني الجدول شغال يومي، ما فيش يوم ان احنا مثلا ما بنطهرش او ما بنعقمش. طب استاذ نبيل بس كلمه، احنا عندنا حاليا يعني بعد موضوع كورونا اللي برضه حضرتك سالت على المستجدات اللي حصلت، من ضمن المستجدات اللي حصلت ان احنا دلوقتي مخليين في عندنا عماله متخصصه للتعامل مع الغرف اللي فيها حالات اشتباه كلها،
يعني احنا الموقع النهارده مثلا بروح ب 25 عامل، بشتغل ب 25 عامل، عندي 2 او 3 اوفر على العدد لاي حاله اشتباه مثلا دخلت هنا او دخلت في اي غرفه داخل المستشفى، دول متواجدين للتعامل مع الحاله. طيب انت تكلمنا يا استاذ نبيل عن ازاي مهمات الوقايه والسلامه والصحه، السلامه والصحه المهنيه، يعني عاوزين نشوف نحافظ على العمال دي يعني. احنا اللي هي الوقايه طبعا الحاجات دي طبعا بناخدها من وزاره الصحه، في عندنا حاجات لشديد الخطوره تمام، فالعامل طبعا لما بيخش يتعامل مع المرضى فيبقى لابس الوقايات بتاعته تامه، الاوفر هيد والقلابز والكمامه وال طبعا كل وقايته الشخصيه. بعد ما بيخلص طبعا احنا عندنا حاجه اسمها نفايات خطر ونفايات عاديه، فالعمال عارفه بتتعامل ازاي مع الحاجات اللي موجوده دي. طب نرجع للاستاذ نبيل، لو احنا عندنا دلوقتي السيدات لما بيشتغلوا في الشركات بياخدوا اجازات وضع وكذا وكذا، انتوا بتتعاملوا مع القصص دي ازاي وانتوا قطاع خاص؟ والله هو المهندس سامي بصراحه مش متاخر في الموضوع ده خالص، يعني اولا احنا عندنا قبل اي حاجه عاملين صندوق زماله. يا ريت تجيبوا لنا الاستاذ سامي على التليفون يا جماعه بعد اذنكم. احنا عاملين صندوق زماله ما بين العمال في كل المواقع، العمال بتشارك بنسبه 50% ومهندس سامي بيشارك بنسبه 50% المتبقيه. بالنسبه لما بيحصل اجازات وضع ولا حاجه كلها بتبقى مدفوعه الاجر. عندنا بيحصل حالات وفاه برضو بيبقى برضو الايام دي مدفوعه الاجر برضو، يعني بصراحه ما بتاخرش عن العمال في حاجه. طب احنا عندنا في الشركه تقريبا كام عامل؟ هو طبعا حضرتك العدد متحرك، بس احنا يعني ما بنقلش عن 250 ومش مش هنعدي مثلا 320 330 عامل. طب بالنسبه للمواقع يا استاذ نبيل اللي هي بتبقى بتوفروا مواصلات للعماله ديت ولا هم في توفير مواصلات ولا تدوم بدلات؟ لا في توفير في توفير مواصلات وفي توفير سكن وفي توفير وجبات. احنا العامل بتاعنا اصلا في الشركه ما بنعتبرش العامل الغريب، احنا العامل احنا كلنا اسره مع بعضنا عشان ايه يقدر النجاح. تجيبوا لنا استاذ سامي يا جماعه بعد اذنكم. طريق النجاح ان احنا بنتواصل مع العمال كشخص واحد، بنخش في ظروفهم عارفين حياتهم وعارفين تعاملهم نتعامل معاهم ازاي، فده نجاح، ده طريق النجاح بتاع الشركه ان شاء الله باذن الله. مهندس سامي لما يكون معانا دلوقتي على التليفون ان شاء الله باذن الله. يعني احنا الاستاذ سامي طنطاوي رئيس مجلس اداره شركه الرحاب معانا على التليفون. اهلا سامي بيك يا سامي بيه. في مفاجاه هو محضرها على فكره. كل سنه وحضرتك بخير. كل سنه وعليك بخير وشعب مصر كله بخير يا رب ويقعد علينا الايام بخير. احنا شايفين الفترة اللي فاتت ان الشركات القطاع الخاص اغلبها بتسرح العمالة بحجة ان مفيش شغل والموارد بتاعتها قلت، والزملاء موجودين بيتكلموا ان الشركة محتاجة عمالة وبتدعم العمالة وكده. عاوزين نستغل وجودك معانا على التليفون ونقول ان احنا مثلا عايزين 500 عامل ولا عايزين 400 عامل نفتح الباب للناس دي عشان تشتغل. والله يا استاذ محمود انا تحت امر حضرتك، اولا انا بعلنها من خلال صوت حضرتك ومن خلال القناه وبشكر حضرتك الاول. اشكرك. احنا على دم الاستعداد ان شاء الله باذن الله في الايام الفتره اللي جايه بعد العيد دي لو في 500 عامل احنا ان شاء الله الموقع عندنا بتاعهم يعني او اكتر من كده بكتير. يعني احنا نقول ده تسريح انك انت محتاج عماله مش حاجات وهميه كده على الهواء وخلاص وحاجات فنكوش زي ما بيقولوا. لا يا باشا مش حاجات وهميه، احنا بنتكلم على ارض الواقع، احنا بفضل الله عندنا المواقع تسع من العماله الجديده كتير يعني. هيبقوا الاماكن الشغل بتاعهم فين؟ في القاهره ولا في اسكندريه ولا في المحافظات؟ يفضل العمال من ساكني القاهره وكده. يعني احنا برضو بنقول من خلال البرنامج وفي وجود الاستاذ المهندس سامي رئيس مجلس الاداره بنقول ان الشركه ما بتطردش العماله، الشركه بترحب باي عماله واي حد عايز فرصه عمل احنا بنقولها صراحه اهوت بيتواصل مع الشركه مباشره، ولو طلع في حد بياخد فلوس او حاجات وهميه زي ما بيقولوا احنا مسؤولين عن الكلام ده واحنا هنحاسب الشركه. الاستاذ سامي ايه المميزات اللي انت عاملها الفتره اللي جايه وخاصه احنا كورونا ده هيبقى مصاحبنا على طول؟ والله يا استاذ محمود احنا حاليا ده اقل واجب او اقل حاجه ممكن تعملها تجاه الوطن وتجاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده شرف لينا طبعا ان يكون رئيسنا حد بيشتغل بالطاقه المهوله دي في البلد، فاحنا لازم نشتغل معاه. دلوقتي احنا عاملين مبادره من الشركه وبعلنها من خلال حضرتك دلوقتي، اي مكان حكومه واي منشاه حكوميه واي مصلحه حكوميه حابه تعقم او تطهر احنا تحت امرها الليل قبل النهار في اي وقت. احنا الفريق عندي مستعد بجميع الخامات بجميع المعدات على نفقة الشركه من دون اي مساهمات خارجيه، احنا مستعدين ان شاء الله باذن الله ان احنا نشتغل. واشتغلنا الفتره اللي فاتت دي في اسم شرطه البدرشين، وبشكر طبعا كل فريق جهاز المباحث اللي هناك، بصراحه الناس قامت معانا باكمل وجه، ما حدش اتاخر علينا في اي حاجه، الناس اشتغلت معانا وحبوا جدا بالموضوع.
واحنا على اتمنى استعداد الفتره اللي جايه ان شاء الله ان احنا نشتغل اكتر مكاتب البريد اي منشاه حكوميه احنا تحت امرها في اي وقت. يعني احنا نقول ان ده وعد والتزام من شركه الرحاب ان اي مكان حكومي مدرسه احنا داخلين على امتحانات الثانويه العامه يعني لو في لجان اكيد انت هتطهرها وتعقمها مجانا؟ بصفتي رئيس مجلس اداره الشركه انا اتحاسب باي كلمه ان انا مستعد معاك. طب احنا شايفين في صوره كده على الشاشه احنا عاوزين نشوف الصوره دي بتاعت ايه؟ معلش انا مش قدام الشاشه حاليا. طيب مفيش مشكله احنا عاوزين ناكد بس على حضرتك ان احنا عندنا امتحانات ثانويه عامه وامتحانات دبلومات الصنايع وهنحتاج ان احنا نعقم ونطهر المدارس واللجان. الادارات التعليميه كلها احنا مستعدين ان شاء الله باذن الله ان احنا قبل الامتحان ان احنا نبدا بالتطهير والتعقيم للجان قبل بدء الامتحان. طب باعتبار حضرتك انك واخد شغل تبع وزاره الصحه انت شايف ان وزاره الصحه وشايف ان الحكومه قايمه بدورها كما يجب ولا شايف في تقصير باعتبارك انك موجود جوه المستشفيات وشايف ايه اللي بيتم من خدمات؟ والله يا استاذ محمود اللي انا اقدر اقوله لك ان فعلا وزاره الصحه قايمه بمجهود فوق طاقتها بزياده. ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك لان الناس تشكر بامانه او شكر لكل مسؤولين وزاره الصحه من اول وزيره الصحه الدكتوره هاله لحد كل مديرين المستشفيات وكل الاطقم الطبيه كلها بصراحه شغالين على اكمل وجه. ما حدش مقصر في اي حاجه بصراحه. طب انا شايف الاستاذ رامي تقريبا عاوز يسالك سؤال من اول ما بدانا وبيقول عاوز يشوفك يعني ويسالك. اتفضل معاك الاستاذ سامي. لا انا كنت هقول له بس على المفاجاه وهو قالها يعني كنت عايز المفاجاه انه احنا شركه الرحاب فاتحه دراعاتها لاي مكان حكومي واي حاجه في البلد نقدر نساعد فيها وان احنا نقوم بتعقيمها وتطهيرها احنا ما عندناش اي مشكله. بدون مقابل ما عندناش اي مشكله خالص. ده الواجب طبعا يا استاذ محمود ان احنا نقدر نقدمه فعلا لبلدنا لان ده واجب علينا ده واجب علينا وانا بناشد كل شركه او كل قطاع خاص يقدر يساعد في اي حاجه في ظل الظروف اللي احنا فيها دي يا ريت ما يتاخرش لان ده واجب الدوله علينا وده الوقت اللي احنا نقدر نتكاتف ونساعد بعضنا ونرفع شان البلد في الظروف اللي احنا فيها دي. يعني احنا بنقول برضو هو موجود معانا المهندس سامي رئيس مجلس اداره الشركه بنقول ان المفروض ان احنا بلدنا بنحافظ عليها يعني السيد الرئيس بيشتغل الاجهزه بتشتغل ويمكن احنا شفنا مسلسل امبارح كان فيه احداث مسلسل اختيار خلى كل الناس المصريين عواطفهم اتحركت لحب بلدهم ولحته الانتماء فشركه النظافه زي الشركات الثانيه اللي بتشتغل لخدمه بلدها اكيد كلنا المفروض الايام اللي جايه ديت شايفين البلد رايحه فين وشايفين السيد الرئيس بيعمل ايه وشايفين الحكومه كلمه بتقولها للسيد الرئيس والحكومه يا استاذ سامي باعتبارك موجود معانا دلوقتي. ربنا يخليك لنا يا ريس واحنا كلنا وراك وكلنا هنشتغل معاك وان شاء الله باذن الله هنشوف مصر احسن دوله في العالم كله. شكرا يا سامي بيه. نرجع للاستاذ رامي وكلمه. عايز اعلق على الحته دي في حته ان احنا فعلا رب ضاره نافعه. احنا الفتره اللي فاتت في مصر بدات تظهر بعض العادات وبقى في بعض المشاحنات من كوره لسياسه لاي اختلاف، اي اتنين يختلفوا دلوقتي بقت بتحصل مشكله. يمكن موضوع فيروس كورونا لما ظهر في يعني تكاتف بين كل الناس في مصر انا ما شفتوش بقالي فتره. الناس كلها بتتكاتف عشان تساعد بعض وتقف ضد الفيروس، يعني لا بصراحه حاله كويسه يمكن هي دي الحاجه الوحيده المنفعه اللي جايه لنا من ورا الفيروس بصراحه يعني. احنا يمكن امبارح جالنا شويه رسائل ويمكن فيها نوع من التهديد مثلا ان احنا بدانا نلمس مع شويه حاجات قضايا يمكن فيها تجاوزات او فيها اهدار للمال العام او فيها فساد. احنا بنقول للناس اللي هي بعتت لنا على بريد البرنامج وعلى الواتس بنقول لهم ان احنا تعرضنا للضرب بالنار، تعرضنا لمواجهه الاخوان عشان بلدنا، واحنا عندنا رئيس محترم وقائد عظيم اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما فيش حد فوق القانون وما فيش حد بعيد عن المساءله القانونيه، واحنا في مصر في دوله قانون، فكل اللي بيحصل ده عادي وكلنا فدا بلدنا وهنواجه الفساد وهنواجه الارهاب وهنواجه كل حاجه مش كويسه ودائما وابدا هنقول تحيا مصر يا استاذ تحيا مصر تحيا مصر. خلونا نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا في الفقره الثانيه. الـ
رجعنا من الفاصل وخلونا نرحب بضيوفنا الشيخ إيهاب العرجاني عضو نقابة قراء القرآن الكريم. أهلا وسهلا بك يا شيخ. أهلا بحضرتك. الشيخ أحمد كريم بحيري شيخ الإنشاد الديني. أهلا وسهلا بك يا شيخ. الشيخ حسين كريم بحيري قارئ القرآن. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. احنا طبعا اكيد عندنا الفتره اللي فاتت يمكن الاسر المصريه ظروف الفيروس وقعده البيت خلت الناس كلها التفت حوالين القنوات والتلفزيون ومتابعه مسلسل محمد رمضان. الفتره اللي احنا قعدنا بدل ما بنقرا قران وبنصلي وبنتوصل وبنتوسل لله سبحانه وتعالى انه ينقذنا من البلاء قعدنا نتابع محمد رمضان هينتهي امتى وهيقتل اخواته امتى، وحاجه يمكن حاجه غريبه وعادات جديده جدا شفناها، شفنا اسفاف وشفنا قضايا يمكن الشباب الصغير اللي طالع ده يمكن ما يقدرش يستوعب. شفنا زنا محارم وشفنا فساد وشفنا حاجات كتيره جدا في المسلسلات. لا يا جماعه احنا بنقول ان احنا عاوزين نبني بلد، السيد الرئيس اهتم بالشباب وكيفيه يكون عندنا نشء كويس، مؤتمرات الشباب والمعاونين الوزراء والمحافظين كلهم شباب. طب ازاي هنعمل شباب وازاي هنكون اسر وهنعمل فرق تتحمل المسؤوليه واحنا بنتفرج على الفساد والانحطاط والمقالب مره فيفي ومره محمد رمضان اسمه التاني ده اسمه كتير 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 احنا نسيناهم. خلونا رامز خلونا نبدأ بالقرآن الكريم ونسمع وننظف ودننا وننظف قلوبنا ونرجع شوية وإحنا في الساعات الأخيرة من شهر رمضان، وربما يكون باب السماء مفتوح وتستجاب دعوة من شباب كويس إحنا شايفينه قدامنا بنتمنى كل أولادنا. أنا عن نفسي بتمنى أولادي وأي حد يقرب لي يبقى جزء من الناس دي. أنا بشكر الأسرة الكريمة اللي عرفت تربي اتنين توأم زي دول شباب إخوات طالعين حافظين القرآن الكريم. نسمع الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما أحوجنا واحتياجنا إن احنا نسمع ونتدبر آيات الله، آيات الذكر الحكيم. صوت جميل، صوت من الجنة، ربنا يكرمك، وكلام نقف عند كل حرف فيه. طبعا طبعا. خلونا نرجع للشيخ أحمد والأزهر. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني، كتاب الله أحمله ولا أرضى به ساني، علوم الدين والدنيا تعانقني وتهواني، درست العلم والأدب، درست العلم والأدب وفقه الشرع رباني، أنا ابن الأزهر الحاني. الله عليك. الأزهر منارة العلم، الدنيا كلها كانت تحج لمصر عشان تتعلم في الأزهر. يا ريت كلنا نعرف قيمة الأزهر وقيمة الدراسة في الأزهر، تعليم الدين الإسلامي، الدين الوسط، الدين الحنيف، الاعتدال، ويمكن اللي احنا بنشوفه من أحداث وإرهاب نتيجة فكر مغلوط، فكر ناس مش فاهمة الدين صح. احنا بحيي المرة التانية والتالتة الأسرة الكريمة اللي حافظت على أولادها، وأكيد هنشوف إنتاج كويس وهنشوف شباب كويس، هيبقى سفرة وسفرة كويسين جدا. عاوزين نسمعك يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، والكتاب إِنَّا أَنزَلْنَاهُ
إنا كنا منذرين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا رحمة من ربك. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا. أمرا من كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هو الولد في البيت متدين وبيقرأ قرآن وبيشتغل الولد مدرس الأزهر الشريف، يعني في الأزهر، فخرج أولاده يتعلموا في الأزهر، فبيت طيب أنتج نبات طيب. أنا عاوز أسمع صوتك في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. إن للمتقين مفازا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. رسالة بتوجهها يا شيخ إيهاب لأهالينا وأسرنا ولينا احنا شخصيا، ازاي نطلع نشأة بالطريقة دي؟ بداية أستاذ محمود جزاك الله كل خير على هذا البرنامج. حضرتك يعني ما فيش حد فكر في هذا الموضوع إلا قليل، فنسأل الله العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتك ومن وكل من قام على هذا البرنامج وهذا العمل، أن يوفقهم الله دائما إلى فعل الخير. القرآن حياة لكل إنسان، لابد أن يرجع هذا الأصل للنشأة في البيت. القرآن يرجع هذا الأصل للنشأة في البيت. احنا نشوف دلوقتي يا شيخ إيهاب ان الراجل بيبقى قاعد في البيت وقاعد بيتفرج على افلام إباحية وبياخد من ابنه سجارة ويديله سجارة والواد قاعد بالكذا. نعم. وتلاقي الخناقة اشتغلت. نعم. على الماتش لا حضرتك، ما ده انا يعني ذكرت لحضرتك ده بيرجع للنشأة. لابد ان النشأة تكون في البيت، بيت قرآن، بيت يتلى فيه القرآن. لابد ان الوالد يكون يقرأ قرآن ويذهب للمساجد، وكذلك الأم لها دور، لها دور أيضا في نشأة المولود، في نشأة الطالب عندما يبلغ مثلا في الابتدائية والإعدادية والثانوية إلى أن يرتقي
بمراحل التعليم، فلابد أن يذكروا بالقرآن. يعني زي ما بيعمل مثلا الواجب في العربي وفي الرياضة وإلى آخره، لابد أن القرآن يكون رقم واحد. احنا شايفين الجيل اللي طالع للأسف الشديد كله لغات، ويمكن ما بيعرفش يقرأ عربي أو بيتكلم عربي أو بيكتب عربي. نعم، ما هو ده في نفس الوقت الدول اللي برا. نعم، كل واحد بيهتم بلغته. نعم صحيح. حضرتك ربنا قال في القرآن إيه؟ في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يعني كل ما يجرى في هذا الكون موجود في القرآن. نعم. كل ما يجرى في هذا الكون من وباء وابتلاء وإلى آخره موجود في القرآن، والعلاج في القرآن إن شاء الله بإذن الله. يا شيخ هتبقى لك حلقات إن شاء الله معنا بإذن الله بعد العيد، ونسعد بوجودك إن شاء الله. عاوز أسمعك في أسمع صوتك في الإنشاد. لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم استر عيوبنا واحفظ مصرنا واحفظ رئيسنا واحفظ جيشنا يا أكرم الأكرمين يا رب. قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجناته، على خد طه شمت ولمة. سبحان من خص الجمال بذاته، ألا فاعلموا أن النبي محمدا أهل السماء والأرض في بركاته. يا عاشقين محمدا يا عاشقين محمدا وجماله، صلوا عليه فتسعدوا بصلاة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. الله عليه، الله عليه. احنا في شهادات من القناة والبرنامج لضيوفنا الموجودين، الشيخ إيهاب، دي شهادة لحضرتك من البرنامج. وسام على صدري. شكرا جزيلا. ربنا يعزك يا رب. الشيخ احمد، تفضل يا شيخ. الشيخ حسين، الشيخ كريم. احنا الوقت يمكن عدى سريعا معانا. انا سعيد ومش عاوز الوقت بصراحه يخلص، وانا جيت رغم ان انا يمكن تعرضت لحادث وانا جاي في الطريق، و سعيد ان انا موجود. الناس عوضتنا عن الحادث واللي شفناه، وانا سعيد بيكم، واتمنى ان انا يبقى عندي حد في البيت زي الشباب ده. انا بشكرك يا شيخ إيهاب،
واكيد هيبقى لنا لقاءات تانية ان شاء الله. وبشكرك يا شيخ، وعايز اشكر كل الناس اللي اتصلت وكل الناس اللي سالت علينا وكل الناس اللي بتتواصل مع اسره البرنامج وفي مصداقيه، وبشكر الاجهزه الامنيه اللي بتتواصل معانا، وبشكر سيد محافظ الجيزه اللي كان خطواته كانت معانا الفتره اللي فاتت واستجاب للبرنامج والحلقات البرنامج، والاستاذ ايمن عتريس. انا بشكر كل الناس اللي بتهتم بالبلد، اللي بتنفذ خطط وتوجهات السيد الرئيس والحكومه، ودايما وابدا بنقول مصر دايما ومصر لينا ومصر بينا، وتحيا مصر. تحيا مصر. احنا هنختم وانت غزلتها فتبسمت فرم الفؤاد بحبها، يبغي وصالا لا يريد سوى.